يا أمي بحياتك سمعتي رجال وبيعنس؟ في رجال كثير بيتجوزوا فوق السبعين وبيجيبوا أولاد. أنا بس يلي بدي أفهمه أنت شو منتظر لهلأ؟ شو منتظر؟ لك يا أمي الله يرضى عليك، خليني قبل ما أحط راسي وموت افرح فيك وجوزك واخلص من القصة بقى. سلامة قلبك أمي، خلص هانت، الله كريم هانت، طولي بالك. صار لك ست سبع سنين وأنت بتحكي هالحكي. معك حق، بس المشكلة يا أمي لهلأ ما لقيت طلبي. هلأ من كل هالبنات اللي قاعدة ببيوتها وعلى قفا مين يشيل ما لقيت طلبات؟ طيب ناهد بنت عمتك من شو بتشكي؟ ما بتشكي من شيء أمي، الله يسلمها لأهلها، بس أنا قلبي ما لها هفلة، بعدين عندها غمازات خدود. اسمعوا التاني على الحكي، لك في أحلى من الغمازات؟ يا مجدوب الناس عم تطلبها طلب. إيه بس غمازات عن غمازات بتختلف أمي، يعني غمازات ناهد مجورة ونياعة مفختة بتجي لتضحك بتطلع من ضحايا المجاعات، بعدين بس تفتح تمها بتصير مثل المغارة وبيبين سقف حلقة وعليها ضحكة يا أمي مثل تنواية القطاط. هلأ ناهد هيك؟ ايه هيك وأكتر من هيك. لا والأنكى من كل هاد بتجي لتعمل حالة أكابر بتقوم بتعلي صوتها بزيادة، بتقوم تطلع مثل هدول اللي بيعملوا دوبلاج أفلام الكرتون بالتلفزيون. هيا بينا إلى الغابة يا ماوكلي. كيفك فؤاد؟ أنا ما كتير مبسوطة اليوم. خلاص أمي ما بدك إياها تصطفي لأنت حر، بس حاجة تبشع بالبنت. ما عم بشع بحدا يا أمي، أنا عم بحكي الواقع. اللبس مثل العالم ما بتعرف تلبس يا أمي، من كل مزبلة شرطوطة، لا ذوق ولا أناقة ولا ضراب السخن. آخر مرة إجت لهون شفتيها شو كانت لابسة؟ لا شو كانت لابسة؟ لابسة قميص أصفر ضيق وتنورة طويلة حمرة وفضفاضة وكندرة مثل فرقونة القطار بردقانية، والجرابات عميل معه لمع فضي مثل كأنهم مدهونين دهان ميتاليك تبع السيارات، والكحلة شاطة والحمرة فاقعة، وهون عجفون حاطه بالريق مثل اللي بيحطون الاولاد براس السنه، وشعره رافعته لفوق مثل الغوريلا. والله يا فؤاد انت ما حدا قد لسانك. امي املي سيره ناهد من بالك وبلالك ياها، وانا بوعدك من جهتين ادور لك على وحده ثانيه. لا امي معلش ريحي حالك، انا بدور لحالي. يو شلون ريح حالي؟ هذا واجبي لك امي. بجوز بس يعني دنقايتك لا تزعلي مني امي، مو كل هالقد. واكبر مثال على هذا الحكي ناهد. رجعنا لسيره ناهد. امي احسن شيء انا قايمة اعمل لحالي فنجان قهوة لانه وجعت لي راسي من حكيك. يعطيك العافية استاذ. اهلين الله يعافيكي. والله لو سمحت تشوف لي هالمعاملة، عندك شيء؟ على عيني، تفضلي بتاخذي. مرسي. يا ستي ورائك كلها جاهزة ونحن هلا رح ناخذها ونعطيكي بدالها ورقة صغيرة. ورقة صغيرة؟ 13/8. طيب تفضلي. وإمتى بدي راجعكم؟ أسبوع بالكثير، بس هي الورقة بدها تسجيل وختم بالديوان. وين الديوان؟ سعيد إذا بتريد خذ الورقة واختمها بالديوان. تكرمينك. ميرسي كثير كلك ذوق أستاذ. لا ولو، شغلة بسيطة. بتعرف يا أستاذ إنه صار لي ساعتين عم أفتل من مكتب لمكتب وتارك شغلي وراكدة ورا هالمعاملة. بسيطة مدام بسيطة، تعبك مرة على الفاضي لأنه معاملتك خلصت، بس عفوا منك أنا ما سألتك حضرتك شو بتشتغلي؟ مستشارة اجتماعية. وين؟ بمؤسسة ولا بوزارة؟ لا لا أبدا أنا ماني موظفة بالدولة، أنا عندي مكتبي الخاص للخدمات الاجتماعية. عفوا ما فهمت عليكي، شو بتشتغلي بالمكتب؟ يعني فيك تقول تقريب وجهات نظر. بين مين ومين؟ بين أي اثنين حابين يتزوجوا. هلا فهمت عليكي، قصدي خطابة ما؟ لا كان اسمها خطابة بس هلا صار اسمها مستشارة اجتماعية. بتقدر تاخذ كرت؟ تفضل. شكرا. تفضلي مدام مشي الحال. يستوي سعيد. شكرا كثير كلك ذوق. عفوا ما تشرفت بالاسم الكريم. فؤاد سليم. اهلا وسهلا فيك، وانا اسمي كوكب زاركينا، بتأمل تشريفك على مكتبي استاذ فؤاد. ان شاء الله. ميرسي كثير. الله معك. باي. باي. شو قالت لك تشتغل؟ قالت تشتغل خطابة. هلا هيك صاروا الخطابات؟ شو بعرفني؟ الظاهر هي خطابة مودرن. مكتب وفاكس وتليفون وكرت. فعلا هي من علامات الدخول للألفية الثالثة. لك ابني أنا ما عندي مانع منه، بالعكس دق الحديد وهو حامي. شو قصدك؟ قصدي اجتك الشغلة على ايديها ورجليها، فليش ما بتخليها تدور لك على عروس؟ بركي بيكون نصيبك على ايدها. هلا هي اخرتها امي، اتجوز عن طريق الخطابة.
على هو حكيك، عم تقول انه هي خطابة مو عادية، فأكيد بضاعتها حتكون غير شكل. بضاعتها؟ قصدي يعني هيك وحدة ما بيقصدوها إلا أولاد الزواج. إيه بس نحن مالنا أولاد زواج. هلا أنت ليش عم تاخذ وتعطي كثير؟ ليش ما بتعمل لك مشوار لعندها وبتجرب حظك؟ شو خسران؟ ما بتخسر شيء. بصراحة وأنا هيك عم فكر، يعني نوع من الفضول مو أكتر. إيه قوم لكان قوم، قوم جيب هالتليفون واتصل فيها لشوف. قوم. يعطيك العافية يا أنسة. الله يعافيك، تفضل. مو هون أكتر المدام كوكب زاكينة؟ بلا، تفضل. والمدام موجودة؟ في موعد؟ ايه، على التليفون أخذته. أصبح حضرتك الأستاذ فؤاد سليم إذا ما خاب ظني. ايه بالضبط. تفضل، ست كوكب بانتظارك. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا أستاذ فؤاد. أهلا وسهلا فيك، خطوة عزيزي، تفضل. شكرا، الله يسعدك ست كوكب، شكرا. شو بتحب تشرب؟ اي شيء مو مشكله. اوكي ليلاز، بعتي لنا واحد كابتشينو للاستاذ فؤاد. عفوا مدام، انا ما بشرب كحول. لا عفوا، هي مو كحول، هي قهوه. ايه اذا هيك معلش. اهلا وسهلا فيك. شو منحسن نخدمك استاذ فؤاد؟ الحقيقه يا ست كوكب، انا ناوي اتزوج بس ما عم لاقي طلبه. اسمح لي اقول لك يا استاذ انه الحق عليك. علي انا؟ ليش؟ طبعا يبدو انك مصعب الشروط شوي. بالعكس، انا طلباتي كثير عاديه. على كل حال أهلا وسهلا فيك، نحن بخدمتك. وباعتبارك خطابة، بقصد مستشارة اجتماعية، قلت بركي بتورجيني شوية صور من عندك وأنا بنقي. صور؟ الله يسامحك يا أستاذ فؤاد، صرنا بالقرن 21 ولساتك عم تحكي لي بالصور؟ لكن كيف الواحد ممكن يختار؟ أنا بمشي شغلي كله يا طويل أستاذ فؤاد على الكمبيوتر. كمبيوتر؟ ليش كمان الكمبيوتر صار يتدخل بأمور الزواج؟ طبعا، ليش لا؟ أعطيني هويتك لو سمحت. يعني تفضل اشرب. شكرا. ايه يا استاذ فؤاد، ممكن تنقلني المواصفات المطلوبة؟ مواصفات شو؟ المواصفات المطلوبة بنت الحلال. ايه بدي اياها، اهم شيء تكون ظريفة كتير. اها، وكيف يعني ظريفة كتير؟ يعني ضحوكة ونغشة، ذكية ولماحة، تكون لطيفة ومعشرانية، سريعة البديهة وما لها نقوزية، دبلوماسية ورقيقة، وما تدج الحكي دج، لأنه أكره شيء عليه المرة اللي بتدج دج. طيب، في مشكلة عندك بالنسبة للمستوى الثقافي؟ إيه طبعاً، لازم تكون مثقفة وتعليمها جامعي على الأقل، وتكون بنت عيلة وما خطبت لحدا قبل بنوبها، يعني ما باس تمها غير أمها. طيب وموضوع الجمال، في عندك شيء مواصفات محددة؟ هي أهم نقطة، بدي إياها آية بالجمال، طويلة، رشيقة، وملامحها ناعمة، يعني تكون أحلى من كل هالمذيعات اللي عم يطلعوا بالفضائيات. بدي الخصر مثل خصر نعومي كامبل، والطول مثل طول كلوديا شيفر، والشعر بدي إياه مثل شعر المرحوم الأميرة ديانا، والعيون بدي لون عيونها مثل عيون ريما مكتبي، ولون البشرة مثل بشرة صوفي مارسو. وبالنسبة للجاذبية بدي جاذبيتها تكون مثل جودي فوستر، والصوت مثل صوت ويتني هيوستن، وبالطبخ والنفخ بدي إياها أشطر من الشيف رمزي، وبالنظافة والتعزيل يكون راكبها وسواس التعزيل وجدان النظافة. اوكي، في شيء اضافات تانية؟ ايه طبعا، لازم تكون اقتصادية وايدها ماسكة، انا ما بحب البحترة والصرف هون وهون. على عيني، ان شاء الله بلاقي لك طلبك، وانا مبدئيا رح ساوي لك اقبار عندي. ليش كمان هون في اضابير؟ طبعا، والاستمارة بتاخدها من عند السكرتيرة، بتعبيها بالبيت وبتجيب لي اياها معك بكرة، وبتجيب لي معك صورة شخصية لك بالطول الكامل وصورة لبروفيل وشك. طيب وغيره مدام؟ ما في مانع تكتب لي سيرة ذاتية عن حياتك بحدود الصفحة لصفحة ونص، يعني هيك شيء. تفضل. شو هالكرت هاد مدام؟ هذا كرت في رقمك السري عندي، انت هلا رمزك عندي كتكوت 45. تفضل. كتكوت 45. خلاص حفظته مدام. بقى لو سمحت يا سيد فؤاد، جهز لي كل الامور بسرعة مشان نقدر نبدأ بالمرحلة الثانية. وشو هي المرحلة الثانية؟ هي مرحلة اسمها مرحلة تقاطع البيانات والمعلومات. طيب ايمتى المرحلة اللي بنختار فيها بنت الحلال؟ ولا يهمك ولا يهمك يا استاذ فؤاد، خلاص انت طمن بالك وارتاح، باذن الله طلبك حيكون عندي
وما بتطلع من هالمكتب الا متزوجه، اوكي؟ ان شاء الله، الله يسمع منك يا رب. اوكي. الهويه مدام، طب احسن امشي بلا. اهلا وسهلا، الله معك. عفوا يا انس، ممكن سجل موعد لبكره؟ ايه تكرم عينك، بس ممكن تذكرني بالاسم؟ ايه، الكتكوت 45. والعمر؟ ولدت في عام 1970 في أسرة متوسطة الحال. شو بدي أقول كمان؟ وترعرعت في بيئة فقيرة كادحة، ودرست المرحلة الابتدائية في مدرسة، شو كان اسم المدرسة؟ عبد القاهر الجرجاني، وتابعت الدراسة الإعدادية في مدرسة حسن يوسف. وإن شاء الله يا مدام هاي المرحلة مع تقاطع المعلومات ما نطولة. لا لا ما بعتقد، تقريبا صار كل شيء جاهز. بس أنا شوف أستاذ فؤاد، هلأ رح ورجيك على الكمبيوتر مجموعة نماذج لبنات، أنت لما بتعجبك شي وحدة قل لي فورا مشان أعمل لك ستوب كادر، أوكي؟ طيب مدام، طيب. ركز معي منيحة. على فكرة معظمهم بالمواصفات المطلوبة اللي حكيت لي عنها يعني. بس مو يعني مو تماما. هلأ شوف أنت، طول بالك شوي. تفضل. هي هي مدام لحظة، ما تنتقلي. خير في شيء استاذ فؤاد؟ خلص ما عاد بدي اشوف. هي 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 يا مدام، هي ما في غيرها. طيب انت شوف بالاول وتنور منيح بعدين اختار. خلص يا مدام، خلص نورت واخترت. سبحان الذي خلقها على الطلب احلاها. ايدي بزنارك يا مدام، بدي من هذا النموذج. لا ليش من هذا؟ هو نفسه بالذات بدي اياه. يعني عجبتك؟ ايه رح كبر لك يا. ولا عجبتني يا. ايه بتطير عقلي يا مدام، بتجنن. بس يا ترى انا بعجبها؟ بعتقد ايه، لانه هي كمان المواصفات اللي طالبتها متوفره فيك تقريبا بحدود 90%. شو هالحكي؟ الله يبشرك بالخير يا مدام. بتحب اعطيك معلومات عنها؟ ما بدي اي معلومات، بس بدي منك تجمعيني فيها. هاي شغله بسيطه، امتى بتحب تشوفها لعاصفه الصحراء؟ مين هي عاصفه الصحراء؟ صاحبه الصوره، هي اسمها ميس، بس رمزها عندي عاصفة الصحراء. فعلا فعلا هي عاصفة حقيقية. ممكن نشوفها بكرة يا مدام؟ ليش لا، على عيني وراسي. بتعرفي يا أنسي ميس، لما سموك عاصفة الصحراء أبدا ما كانوا غلطانين. أنت فعلا عاصفة، إعصار كاسح، بركان مدمر، صاعقة ماحقة. شو أنت عم تسبني ولا عم تمدحني؟ لا الله وكيلك عم بمدحك. مرسي كتير استاذ فؤاد. صحيح نسيت اسألك، انت شو كان رمزك بالكمبيوتر؟ كتكوت 45. حلو كتير. أنا سيميس، أنا أول ما شفت صورتك بالكمبيوتر ما بعرف شو صار لي، حسيت إنه في ماس كهرباء، توتر عالي، نفض جسمي نفض، حسيت إنه في صاعقة ناتجة عن عاصفة رعدية شديدة، حسيت إنه استاذ فؤاد مو ملاحظ انك عم تبالغ شوي؟ صدقيني ابدا ما عم بالغ، عم بنقل لك احساسي مثل ما هو دون زياده او نقصان. وانا كمان استاذ فؤاد، انا ارتحت لك من اول ما شفتك. يعني ممكن ممكن شو؟ ممكن كتكوت 45 يتقدم ويطلب ايد عاصفه الصحراء. الحقيقه انا ما عندي مانع، بس بالاول لازم تشوف بابا وماما. أنا مستعد شوف بابا وماما وعمتك وخالك وجدتك وكل العيلة، بس أنت أعطيني الضوء الأخضر. طيب أستاذ فؤاد، أنت إمتى حابب تشرفنا على البيت؟ هلأ، خلينا ندق الحديد هو وحامي. لا هلأ يعني لازم أعطيهم خبر قبل. شو رأيك بكرة الساعة 6؟ ولا يهمك، الساعة 6 الصبح بتلاقيني عم دق باب بيتكم. لا مو 6 الصبح، يا لطيف شو بصلتك محروقة. لكن إمتى؟ الساعة 6 المساء. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ فؤاد، تشرفنا بمعرفتك يا ابني. الله يخليك ويطول عمرك.
الحقيقة ميس حكت لنا عنك كتير ومدحت لنا فيك، ومنا نحن حبينا نتعرف عليك فيس تو فيس. هذا شرف كبير إلي، وأنا الحقيقة بيشرفني إني أتقدم أطلب إيد كريمتكم ميس. نحن اللي منتشرف فيك يا ابني، يعني نحن إذا لفينا الدنيا كلها ما رح نلاقي شاب مناسب لميس مثلك، لأنه ما شاء الله كان حولك على هالمسموعيات الحلوة. والحقيقة نحن سألنا عنك، مو أنه ما سألنا، وما في إنسان زمك بكلمة، وهالشي لحاله مكسب كبير إلنا وللبنت. الله يديمك ويخلينا إياك يا عمي. بتحب نحكي بالتفاصيل؟ إيه ما في مانع. يا ترى شو طلباتكم؟ لا يا ابني لا، لا هي ما بريدة منك، لا تغلط منو. نحن يا ابني ما لنا أي طلبات، كل ما هنالك أنه حابين نتعرف عليك أكثر. يا اهلا وسهلا فيك. اهلين فيك عم. يا ترى حضرتك شو بتشتغل؟ موظف بس بدائرة الخدمات المستديمة. يا سلام عليك، موظف بدائرة الخدمات المستديمة، انعم واكرم والله. والله وعرفت تختار يا ميس، نحن روح ابن الموظفين. فعلا فعلا سيد فؤاد، انا بحب الموظفين كتير وبحترمهم وبقدرهم وبعزهم، لأنهم هيك بحسوا الناس أكابر ومكافحين وعلى درجة عالية من الثقافة والعلم والخبرة. موظفين لك، موظفين هدول. طيب بالنسبة للراتب، إذا قديش بتاخد معاش؟ يعني مع الإضافة والحوافز بدل المازوت بيوصل 6000، وهلأ موعودين بزيادة، بس لمعلوماتكم بيروح منهم ضرائب وتأمين، يعني بحدود 1000 ليرة. يعني بالنهاية اللي بيصلوا لإيدك 5000؟ بالضبط 5000. يا عظيم جدا، نعمة كريم. ليش بهم 5000 ليرة كخة على القليلة مضمونين أول كل شهر؟ بالفعل، سائل جارية ولا نهر مقطوع. وإن شاء الله بكرة معاشك على معاش ميس، بتعيشوا أحلى عيشة، عيشة أمرا. عفوا، ممكن أعرف كيف بتحبوا ترتيبات الخطة والعرس؟ لا هيك رح أزعل منك عمو. ليش تسمح الله؟ ولك ابني نحن ما دخلنا بهالقصص ابدا، يعني بتعملوا حفله بالصاله بالمطعم هون بالبيت على الاسطوح، ما بتعملوا بالمره، انتوا احرار. بتلبس ذهب، بتلبس فضه، ما بتلبس بالمره يا ابني، حسب امكانياتك وظروفك. نحن شارينك لادبك واخلاقك وسمعتك، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وعليك الصلاه والسلام، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال من ترضون مصاريه وفلوسه. كتر خيركم يا جماعة، فعلا هيك غبرتوني بلطفكم. ويا ترى السكنة مأمنة؟ الحقيقة أنا بيت ما عندي، بس ممكن نسكن عند أمي أو نستأجر بيت صغير. وليش لحتى تستأجر؟ ما في داعي تزنق حالك بنوب يا سيد فؤاد، بعدين لا تواخذني بهالكلمة، هذا اسمه بطر. لا أنا قصدي مشان ما يسبق. ليش قليلة يا ابني السكنة مع الأهل؟ قليلة قليلة لما بتجتمع هالعيلة كلياتها على صفرة واحدة، وبيكونوا كلهم مع بعض، قلب واحد وإيد واحدة، وبيحلوا مشاكلهم مع بعض وبيتونسوا مع بعض. ومن حظ بنتي إنها تسكن جنب حماتها، مثل ما بتعرف الحماية أم تانية منه، بتتعلم منها وبتكسب خبرة ظريفة وبتساعدها. معناها المشكلة محلولة. ما قلت لك أهلي حضاريين كتير وما بدقوا أبداً؟ قلتي لي والله، قالت لي عمي، بس الحقيقة ما صدقت لحتى سمعت بإذني. بابا بدي أفتنلك على فؤاد. خير يا بنتي؟ المنظوم بده يشتري أوضة نوم بالتقسيط، حاولت أقنعه بلاها ما كان يقبل. الله يصلحك يا ابني، لشو هالبحترة يلي بلا طعمة؟ بعدين بتضايقوا حالكم هيك؟ قال يعني الواحد ما بيقدر يتجوز إلا بغرفة نوم جديدة، وبيحط حقها الخمير والفطير. اسمع على هالمفاهيم اللي معدت أبو ميس. إيه أنا بعرف. ولك يا ابني، نحن ما منريد صهرنا يركب الدين أو يحمل حاله فوق طاقته. بعدين شو صار بالدنيا؟ بكرة بس الله يرزقكم بتشتروا أوضة نوم على مهلكم. إيه بس يا عمي، أنا مشان ميس بركي حبيتها. خلاص ما بدها بس بس إيه، تخت العزوبية يلي عم تنام عليه هلأ بيمشي حاله. ما عندك تخت؟ بلا عندي تخت. ايه خلاص، وتخت الضيق بيسع 1000 صديق. وما عندك خزانة درفتين؟ بلا عندي خزانة بس حديد.
منيحة هي، ممتازة. لا تنسى انه السوس ما بينخرق وما بيلحق الرطوبة بالشتاء. مزبوط، واصلا خزائن الصاج والتناك اضيان وامكان، لا بيسوس دفها ولا بينكسر رفها. اسمع مني يا ابني، اعمل لها شي وش دهان وبخ على شي بخاخ وشوف شلون بتطلع مع احلاها جديدة. لا وعم ترجع موضتهم ماما. وبالنسبة لأوضة الضيوف، دبر حالك مبدئيا بشي اوضة من سوق الاروان، قويناك من الأبائبية وانتهت القصة. لأنه بصراحة يا ابني أنت هلأ عظمك طري ودبساتك مراق ومعك معك بتصير وخيرك كلياته لقدام وكله بيجي بوقته. رب العالمين تبارك وتعالى ما خلق الدنيا بيوم واحد، أخذت معه المسألة 6 أيام بلياليها. إيه بابا، ومنشتري من الحريقة كم فرشة سفنج بنعملهم قاعدة عربي، ومنعلق على الحيط طبق قش مشان الزينة، وبالزوايا منحط مشربيات فخار. يا عيني عليك يا ميس، كمان حل ممتاز. ولك يسلم لي البطن يلي حملك، شو انك قنوعة مثل اهلك، مو مثل بنات هالايام يلي بيعجزوا العريس بطلباتهم. يا ترى في مطبخ كمان؟ ايه في مطبخ بس صغير شوي، وناوي اشتري براد مستعمل بالتقسيط. هلأ ليش فقست بتمك كلمة القسوطة وبدك تبحتي المصاريك؟ أمك الله يخلي لنا إياها ما عندها براد؟ أمي إيه عندها براد. أصبح خلاص، حطوا أكلاتكم ببراد أمك الله يطول عمرها. محلولة المسألة يا عمو. ومشان المي الباردة اشتري لك شي جرة صغيرة أو ترمس مي بلاستيك، وأمك الله يطول لك عمرها عندها براد، جيب لك شوية تاج من عندها وحطهم بها بترمس. صعبة كتير المسألة. أصلاً أنا ما بشرب مي غير من الحنفية لأني بخاف على أسناني وزلعيمي. في غسالة يا ترى؟ بصراحة ما في. ها ها، هون صار بدها صفنة المسألة. ولا يهمك عمي، أنا مستعد أشتري غسالة. ولك يا روح عمك من جوا، ليش أنت بتحب الصرف؟ أطب لي إيدك شوي، أنت رح تصير صهرنا، يعني ابننا، وما بيهون علينا تزت مصاري وتفتها يمين وشمال. يعني عندك حل أبو ميس؟ ولو بابا أبو الحلول. أم ميس بدي أسألك. تفضل. يا ترى الغسالة الأوتوماتيك يلي احترق موتورها السنة الماضية لساتها عنا بالمستودع ولا صرفناها؟ لا لساتها عنا. أصبح عظيم. أنا رح أشتري لها موتور جديد ورح أقدم لكم ياها بابا، شو رأيكم؟ الله يخلينا ياك يا بابا، كل شي منك مقبول. بس هيك عم تخجلوني. ابني اسمع، أنت لساتك بأول عمرك، يعني إذا نحن ما تساعدنا سوا بهيك موضوع مين بده يساعدك لكان؟ ونحن قبلانين بوضعك الحالي على أمل إنك تحسن وضعك مع الأيام. سنة سنتين ثلاثة خمسة، ربك وحده هو اللي بيعرف. هي أرزاق يا ابني بإيد رب العالمين، يرزق من يشاء ويمنع رزقه عمن يشاء. الله يعزك يا عمي ويديم معروفك. يا فؤاد يا فؤاد، أنا ما عم فضل عليك والعياذ بالله، بس أنا عم بتذكر حالي لما تجوزت. بصراحة ما كان معي مثليك واحد، بس بعدين رب العباد أكرمني وسترني. بدي أسألك سيد فؤاد، في صوبيا إذا بردتوا بالشتاء؟ نعم مرت عمو، في صوبيا وفي ملء الفحم كمان. يا سلام على الرومانسية. يا سيدي بكرة بتسهروا حوالين هالمنقل وبتشربوا شاي على الفحم وبتشفوا كستنا وبتسلقوا شوندر. هيك كنا نعمل أنا وأم ميس لما تجوزنا. عندك عدة مطبخ وطناجر ومعالق وزبادي وصحون وخلافه؟ رفقاتي بالوظيفة وعدوني نقطوني بالأواني المنزلية إذا تجوزت. شو صفي بدك لسه؟ هاي عدة المطبخ كلها صارت جاهزة. إيه أنا لما تجوزت ما كان عندي طنجرة نحاس. ما جبت إلا. معناتها نحن أمورنا ميسرة. وليش لحتى ما تتيسر يا ابني؟ أنت آدمي، آدمي كتير أنت، والآدمي ما بيخاف منه. طيب عمي معناتها سمعونا الفاتحة. عن جد ميس، أنا أبداً ما توقعت إنه أهلك يكونوا يسرين لهالدرجة ومتفهمين لهالدرجة. قلت لك حبيبي أنا أهلي بهم نكون مبسوطة ومتجوزة من شاب فهيم مثلك. إيه مشان هيك أنا ما رح أندلع عليهم كتير، يعني رح أقوم بواجبي وزيادة. شلون يعني؟ يعني أول شيء
بدي استأجر لك بيت تسكني فيه لحالك. ثاني شيء بدي اشتري لك صيغة. ثالث شيء وهو الأهم بدي اشتري لك أوضة نوم ولو بالتقسيط. لا حبيبي لا تعذب حالك، أنا قلت لك ما بدي شيء وأهلي كمان راضيانين بوضعك هيك. الله يكتر خيره، بس أنا حبيبتي لازم أسعى، يعني مثل ما بيقولوا اللي بيشوفك بعين شوفه بالتنتين. ان شاء الله عجبكم البيت كثير معقول. هو صحيح صغير شوي بالفتيه وصالون، بس بعتقد بيناسبكم، يعني خرج عرسان. لا لطيف لطيف كثير. فؤاد عن اذنك شو؟ اكيد اجاره غالي كثير. لسه الرجال ما حكى شيء. شو بده يحكي؟ اكيد مو اقل من 10,000 بالشهر. امشي الله يخليك، خلينا ندور على بيت منطقه شعبيه ارخص لنا. يا روحي عم تفرج مو خسراني شيء. استاذ فؤاد عن إذنك، إذا البيت مو عاجبة للمدام برجيكم بيوت تانية. بالعكس كتير عاجبنا، كتير حلو. يعني حازم رضا؟ إيه حازم رضا، بس بالنسبة للإيجار قديش؟ صاحب البيت عندي بالمكتب عم يستناكم. تفضل من هنيك بتفهم. شرف شرف شرف. إيه يا سيدي، أنا كنت عم بجر البيت بعشر تلاف ليرة بالشهر، بس طالما انتو عرسان جدال راح اعملكم سكر مليح. وقديش السكر يا ترى؟ شوف اخي، انا ما بحب اقبض مصاري وانفخ جوبي وضميري ماله مرتاح. انتو باين عليكم ناس اوادم واكابر ونياله اللي بيجمع راسين على مخدة واحدة. يعني انا بصراحة كل ما اشوف اثنين عرسان بنغرش قلبي نغرشة، لانه عندي اولاد بنفس اعماركم تمام، وانا بصراحه اذا ساعدكم الله من عالي السماء رح يساعدهم ويبعث لهم اولاد الحلال. بقى انا يعني رح سلف رب العالمين حسني وارجو الملائكه انه تكتبها بدفاتري. اي سيدي، بتقدر تدفع 2000 ليره بالشهر ولا ما بتقدر؟ هيك ما عاد لكم حكي ابدا يا استاذ فؤاد. كتر خيرك يا اخي، فعلا الدنيا ما خليت، اصبحنا نكتب العقد. ايه بس عفوا منك، انا ماني حان الرعبون. ومين طلبك بالرعبون؟ انا هلا رح سلمك مفتاح البيت، وبعدين وقت يصير معك تعطيني المصاري. الثقه اساس كل شيء، شو رح تهرب يعني؟ انا هلا رايح جيب اثنين شهود وارجع. يلا. تفضل يا اخي. شو هدو؟ كوميسيون المكتب. لا اضب مصاريك بعبك استاذ فؤاد، شو إلها عاد انت؟ عفوا اذا المبلغ قليل. شو قليل وشو كتير؟ انا باخذ عمولتي من صاحب البيت وبس، وبيني وبينك انا حالف يمين من العرسان ما باخذ الفرنك. قلي ليش؟ لاني بحط حالي مطرح العريس، بقى الهي ياخذ بيدك ويعينك الهي. ايه بس انت بهالطريقه عم تخجلني. لا يا استاذ فؤاد، اذا صاحب البيت طلع كريم معكم معقوله اطلع انا ندل واخذ كومسيون؟ بعدين انت عريس جديد وقدامك مصاريف خير الله، يعني هاي جوازي مو لعبة، فيها فتح بيت وكعكتين بخير، بقى الله يكون بعونك ويرزقك بجاه الحبيب المصطفى. يا سيدي كتر خيرك، ما قصرت معنا أبدا، والله يقدرنا على مكافاتك. لا يا أستاذ فؤاد، من نيتي على حالي، هذا أقل من الواجب. بعدين مثل ما قلت لك، أنا رح أخذ من صاحب البيت، فليش الطمع؟ يصدقني فرحتي فيكم بمصاري الدنيا كلها، وأماني أماني إذا عاوي الشيء اللي رأبتي سدادي. ها الناس لبعضها يا رجل. شبنا شو رأيك فيها؟ عجبتك؟ بتجنن، بس باينتها غالية كتير. خلينا نروح ندور على وحدة أرخص. امشي. طولي بالك، خلينا نسأل صاحب المحل بركي عنده. أهلا وسهلا. أهلين فيك، إن شاء الله عجبتكم الغرفة؟ كتير حلوة، بس يا ترى شو مصرياتها؟ يا سيدي هي حقها 100,000 ليرة، بس للعرسان الحلوين اللي مثلكم في سعر خاص، يعني إلكم سكرة. ايه قديش السكرة تقريبا؟ رح أخذ منكم سعر التكلفة، وفوقهم منهم 10%، منه بتعملوا لي دعاية، ومنه بحس حالي إني ساهمت بسعادتكم. يعني قديش بدك تاخذ منه؟ 50,000. ومالك علي يمين إنه هذا سعر التكلفة، والشحن لبيتكم على حساب المحل.
عفوا بس نحن يعني بدنا ارخص من هيك. ولا يهمك يا انسه، ما بتغلى عليكم وقسما عظما غير تحملوها وتدفعوا السعر اللي بدكم اياه. هو نحن بصراحه ما فينا ندفع حق كاش. محلنا عامل سعر خاص للعرسان بالاضافه لتسهيلات بالدفع، وهالشي معروف عن محلنا، مو بس لك، لكل العرسان. يعني لا تاخذني، العريس بده مين يساعده ووقف معه، وحضرتك على هوا مالي ملاحظ، انسان ادمي وابن ناس، ولازم نعاملك معامله خاصه. بقى احمل وامشي ولا تناقشني، حقي واصلني سلف. طيب لو سمحت مشان حطك بالصوره، انا هلا ما معي غير 10,000 ليره. لك يا حبيبي مين طلب منك اكثر من هيك؟ 10,000 دفعة أولى و 40,000 تقسيط، منيح هيك؟ نحن ما بنقدر ندفع غير 1,000 ليرة بالشهر. حلوين كتير، 1,000 ورقة بالشهر شبهو. وبصراحة نحن كل ما خفضنا القسط بيزدادوا الزباين ومننافس السوق. وإذا بدك نتساهل أكتر، أول 4 شهور لا تدفع شي ملحوقة، لأنه بيكون عليكم مصاريف خير الله. بقى شو رأيك أستاذ؟ الحقيقة يا أستاذ أنت هيك غمرتنا بفضلك. لا يا زلمي لا تقولا، منيتي على حالي، أنا ابن مصلحة وصر لي بالتجارة سنين وأيام، وإذا ما عملت هيك ما حدا بوقف على بابي وتجارتي بتوقف. طيب إمتى فينا نحملها؟ أنت ما تحمل شيء، بس عطيني العنوان، واليوم المساء بتروح على البيت بتلاقيها مركبة، وإجرة تحميلها وتركيبها هدية زواجكم. كتر خيرك، كتر خيرك. أهلا وسهلا. شكرا لك. شرفتي. أهلا وسهلا. شكرا. شايفة يا مانس؟ شايفة قديش أمورنا ميسرة؟ إن شاء الله ألف مبروك يا أستاذ فؤاد، والله يتمم بخير. الله يبارك فيك. شو ها؟ الزملاء والزميلات حبوا يساعدوك، فقرروا أنه يعملوا جمعية ب 25,000 ليرة ويقدموا لك إياها هدية زواج. بس هيك كتير يا أستاذ سعيد؟ بالعكس قليل، أنت بتستاهل أكثر من هيك. بعدين بنيتنا على حالنا، نحن عم نعمل هالشي مع كل واحد بده يتجوز، يعني إذا ما وقفنا مع بعض بهيك ظرف، إمتى بدنا نوقف؟ كتر خيركم يا جماعة، أبداً ما قصرتوا. أستاذ فؤاد، سيد مدير عام طالبك. إن شاء الله بالرفاه والبنين يا أستاذ فؤاد. شكراً كثير أستاذ، شكراً. صدقني يا أستاذ لما بسمع أنه في حدا من الموظفين اللي عندي مقدم على الزواج، بحس كأنه حدا من أولادي بده يتجوز. كلك ذوق يا أستاذ. مشان هيك واجب المهني والأبوي بيحتم علي أني ساعد بأي شكل من الأشكال. مفضلين سيدنا، مفضلين أنتم. طبعاً أنا ما بقدر أتصرف إلا ضمن حدود صلاحياتي. لهالشي قررت أصرف لك منحة زواج 10,000 ليرة. هو صحيح المبلغ متواضع، بس يعني مثل ما بيقولوا البحث صار تسلط جرة. ما بدنا إلا سلامتك أستاذ. لا ولو، هذا حقك. بعدين منيتي على حالي، أنت صار لك موظف عنا 10 سنين، وهذا أبسط شيء ممكن نقدم لك إياه. وإذا فكر تاخد سلفي على معاشك أنا ما في عندي مانع. هو الحقيقة أنا كنت ناوي أقدم طلب مشان السلفي أستاذ. خلاص اكتب الطلب وهاته، بس لا تزيد علينا كتير، يعني مو أكتر من 25,000. وزيادة أستاذ، بزيادة، أنا ما كنت ناوي أطلب أكتر من هيك. ومشان العرس وين قررت تعمله؟ ما رح أعمل عرس، عرس نسوان خفيف بيت حماية. لا يا أستاذ فؤاد، هي ما بريدة منك، نحن بدنا نفرح فيك ونعمل لك عرس نطنطن بشي صالة محترمة. فكرت بهالشي، بس المشكلة إنه أجار الصالات غالية كتير. ولو يا فؤاد، الغالي بيرخص لك. ولمعلوماتك في صالة جديدة ومحترمة كتير عاملتها مؤسسة التأمينات، وهي ما بتاخد آجار إلا هيك رمزي، يعني شي بسيط من الموظفين. يعني قديش تقريبا؟ يعني شغلة 2,000 ليرة. انت اعتمد على تاريخ العرس وأنا بحجز لك ياها، والضيافات علينا، وبطاقات الدعوة ممكن اطبع لك ياها بالمطبعة تبع الوزارة، يعني بناخد منك حق الكرتون بس. شو بدك لسا؟ الحقيقة غمرتونا بفضلكم، وطالما الأمور ميسرة لهالدرجة بنعمل عرس بالصالة. ومشان طقم العرس أنا ببعتك لعند واحد صاحبي ببيع بالجملة، بيعطيك أحلى طقم وبسعر الكلفة، يعني شغلة 1,500-2,000 ليرة بالكتير. يا سيدي لا تدفع له كاش كمان، أعطيه 500 ورقة وبعدين على مهلك والباقي. عظيم كتير، معناها ما ضل عندي غير مشكلة فستان العروس. ومين بدك تجيب فستان العروس؟ عم فكر استأجر واحد. ليش تستأجر وتحط مصاري؟ أنا بدبرك إياه. شلون؟ من المستودع تبع الملابس بوزارة الثقافة. يا سيدي عندهم فساتين عرس لتقول حاجة. هلا بحكي لك مع أخو عديلي لأنه هو أمين المستودع، حتى تنزلوا وتنقوا الفستان اللي بيعجبكم وبناسب مدانتك، وبعد العرس بترجعوه. الحقيقة يا أستاذ ما بعرف شو بدي أقول لك، لساني عاجز عن الشكر.
ما بدنا منك لا شكر ولا مكر، روح دبر امورك واعتبر حالك باجازه مفتوحه من اليوم. بتعرفي يا ميس، ابدا ما كنت اتوقع انه امورنا تتيسر لهالدرجه. هذا لانك مرضي والله بيحبك. ورغم هيك ماني عم صدق اللي عم شوفه حوالي، حاسس كاني عم بحلم. لا حبيبي هذا مو حلم، هذا واقع. طيب ارصيني مشان اتاكد. لا مو حلو قدام الناس ارصاني. شو دخل الناس؟ خطيبة عم تقرص خطيبة، ما حدا دخله. ارصي 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 ارصي. لا روحي لا لا ميس لا حبيبتي لا 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 عم تقوي القرصة كثير. فؤاد ايه فؤاد ايه ميس ايه فؤاد خير امي خير. شو في؟ يو صار لي ساعة عم فيقك وانت غرقان بالنوم. شو بنا؟ قلت لك ما تفيقيني يا امي، خليني نايم تعبان. قوم خطيبتك عم تستناك برا، اتحرك يلا. مين خطيبتي؟ ميس؟ ميس؟ مين وهي ميس كمان؟ خطيبتك ناهد، لحقت تنسى اسمها كمان؟ ناهد؟ خطيبتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدها من الصبح؟ قال غرفة النوم أم 70,000 اللي نقيتوها مو عاجبتها لعمتك، مشرشحة ورخيصة، والجلايل اللي قطعتوهم قال ما بيروحوا على طقم الكنبايات، وفستان العروس قال ما حلو مو تقيل بدها واحد أتقل من هيك، والصالة اللي اخترتوها مشان تعملوا فيها العرس قال صغيرة وما بتكفي لكل المداعي. بقى قوم تفهم أنت وياهم من راسك لراسك. امي خليني ارجع نام ومشان الله ما تفيقيني. بوس ايدك خليني نام واحلم.